أتريدين أن تصبحي أيدولة معي؟ بصراحة أشعر بأنني سألقي ردا، لذلك لم أقم بتجربة الأداء لهذا الاختبار، لم استوفي المتطلبات في المرة السابقة، إذا ظلت تنتظر تجربة الأداء هذه لسنتين. نعم نعم اعرف ذلك سوف يقبلونك حتما. روبي لطيفة وهي جيدة في الرقص وأغانيها هكذا عجبا، ولنك تتمتعين بالجاذبية الكافية لتعوضي عن هذا النقص. النقص؟ على أي حال سأنجح في تجربة أداء الأيدول هذه حتما، وسأصبح من نخبة الأيدول مثل ماما في أحد الأيام. اسمي روبي هوشينو ولدي أسرار لا أستطيع إخبار أصدقائي بهما. الأول قتل والدتي أي الأيدول الأسطورية على يد متعقب متعصب قبل 10 سنوات. وشيء آخر، لدي ذكريات عن حياتي الماضية. كان جسدي واهنا منذ ولادتي وقضيت كل حياتي في المستشفى، وكانت نشاطات أوتاكو الأيدول مصدر متعتي الوحيد، ولا سيما أي من فرقة بيكوماتشي إذا أصبحت مهووسة بها، حتى حين انطفأت شمعة حياتي. كان غناء أي يترد صداه في رأسي، لكن حين فتحت عيناي مجددا كانت قد ولدت من جديد كطفلة لأي. السنوات التي انقضت حتى موت أي ماما كانت ثمينة بالنسبة لي. سأصبح مثل ماما أو لا ضير في الحديث عن أحلامك، إلا أن امتحانات القبول في الثانوية باءت على الأبواب. لا تدري أليس كذلك يا أمي تشان، سأصبح أيدول. تهتم المدارس الثانوية ذات مسار الفنون المسرحية بالمقابلة، فهم يعتبرون القدرة الأكاديمية مرجعا فحسب. إن أصبحت أيدول فلن أضطر إلى الدراسة، سأضرب عصفورين بحجر واحد. لا تقامري بحياتك بناء على إحساس تافه. ياهو، لا أمانع أن تحلمي في أن تصبحي أيدول، ولكن لا تظني حياة الأيدول حلما براقا. وفي الأساس رواتبهم منخفضة، كما أنهن يتقاعدون قبل سن 30، وحياتهم اليومية تخضع للرقابة من قبل المعجبين طوال الوقت. ونسبة النجاة في المجال ضلا بعد تخرج الأيدول، وينتهي الأمر اغلبهن بممارسة مهن أخرى. قلة من المهن لها تكلفة غير متوافقة مع العائد إلى هذا الحد. ماذا تحاول أن تقول؟ أليست الحياة تتمحور حول فعل ما تريده؟ لن يسعك فعل شيء إن قلقت بشأن التكلفة والعائد. هناك أوقات تنتهي فيها الحياة دون أن تكون قادرا على فعل أي شيء. أنا ليست هكذا. لا، افعلي ما شئت. سأذهب إلى منزل المخرج. لقد تغير أخي منذ وفاة أمي، يبدي وجها كئيبا طوال الوقت ولا يستمتع مطلقا، ويبدو وكأنه مقدم على فعل شيء منذ أن أصبح متدربا لدى المخرج، إلا أنه لا يخبرني شيئا، وليس أخي هو الذي تغير فحسب. فقد فقد التواصل مع إيتشيغو بعد الحادثة، وتولت مياكو سان الإدارة من بعده، وحلت فرقة بيكوماتشي بعد 2 من فقدانها لنجمتها آي، ولا يوجد قسم للأيدول في إيتشيغو للإنتاج الآن، لذا وسعت أفاقها لتشمل إدارة الشخصيات الموهوبة عبر الإنترنت. مرحبا، إن تشكلي فرقة أيدول أخرى. لا تقولي هذا باستخفاف، أود فعل ذلك لو أمكنني. الحلم الذي حققته أي لنا ليس بتجربة يمكن نسيانها بسهولة، ولكن يجب أن نعتبر فوز فيليا نصيبي. كلما زاولت هذا العمل لوقت أطول أدركت أكثر أن معجرات كهذه لا تتكرر ثانية. الأمور لا تسير بهذه السلاسة في الحياة الواقعية. وأيضا لا عليك، أتوقع أن أتلقى المكالمة الهاتفية حول نتيجة تجربة أدائك عما قريب. في حال قبلت فستصبحين تابعة لهم، أليس كذلك؟ إنها وكالة أفضل منا. حسنا هذا صحيح، ولكن بالحديث عن ذلك. نعم، هل روبي هوشينو من تتحدث؟ أجل، معك هوشينو. نعم نعم. هكذا الأمر إذن. شكرا جزيلا لك. إذن نأمل أن تتقدمي في المرة القادمة.
روبي. لم أنجح. هذه طبيعة الحياة الواقعية. يوجد الكثير من سياسات العمل، ولذا عليك ألا تتوقعي أن يحكموا على قدراتك بانصاف. لا يستطيع الجميع فعل هذا مثل آي. شكرا لك أيها المخرج. مقدرتك على خداع أختك التوأم تظهر مدى براعتك في التمثيل. ماذا ستفعل إن كلمتها الوكالة الحقيقية؟ سبق وأن أرسلت لهم رسالة قصيرا من هاتف روبي تخبرهم بانسحابها وحظرت رقمه في سجل للمكالمات الواردة. لم أغفل عن ذلك. لا أفهم السبب. لم تبالغ إلى هذا الحد لتحطيم حلم أختك. إنها جميلة جدا وربما تنجح على غير المتوقع. لا تكمل كلامك. لن أسمح لروبي بأن تصبح أيدولا. لن أدعها ترتكب نفس الخطأ. أي حتما. إنك تفرط في حمايتها يا ذا عقدة الأخت. أنا وحدي كافي. سأتولى وحدي أمر كل شيء. تم اكتشاف موهبتك. أجل لإحدى فرق أيدول القاعات الصغيرة. أظن أن هذا من صنع القدر. كانت أراقب ملصقات الإعلانات لفرق أيدول القاعات الصغيرة منذ فترة طويلة. ألم تصبح أمي أصبحت أيدولا بعد استكشاف موهبتها؟ لا بد وأن القدر يسوقني إلى هذا كما توقعت. أهي فرقة أيدول حقا؟ وليست بوظيفة مريبة. الأمر ليس كذلك. هل تفحصت شروط العقد؟ قال لي إنه سيريني حفلتهم الموسيقية القادمة ويبدو أننا سنبرم العقد بعد ذلك. أنا أتطلع إلى ذلك. يا إلهي، هذا مثير للمتاعب. علي إيجاد طريقة لإيقافها. ها أنت ذا مجددا. بعد ما حدث لي، أي أتفهم عدم رغبتك بأن تسلك أختك الصغرى نفس الدرب. حتى أنا مثلت. ما زلت أجد نفسي أفكر لو فعلت هذا أو ذاك فلربما تكون الأمور مختلفة الآن. لا أريد أن أمر بذلك شعوري مجددا. ربيت روبي على أنها ابنتي، لذا سأحميها مهما حدث، ولكن لأنها ابنتي لا أستطيع كبح مشاعر روبي. أصبحت تثبه أي أكثر فأكثر، ولديها الإمكانيات مع الأسف، وسيؤول الأمر إلى هذا بأي حال. لدي ما سأفعله قبل أن نقرر إن كان أمرا جيدا أو سيئا. سأقترض إحدى بطاقات عمل الوكالة قليلا. ها؟ ما الذي ستفعله؟ مرحبا. هل لي بلحظة؟ ما الذي تريده؟ هذه طبيعة عملي. إيتشيغو للإنتاج. هل تعرفينها؟ نعم، إنها فرقة بيكوماتشي، أليس كذلك؟ كانت أمي من معجبيها. هذه إيتشيغو للإنتاج أذن. تبدو يافعا جدا يا حضرة مكتشف الموهبة، لذا ظننت أنك تغويني إلى عمل مريب. إنه كابوس أليم. في الوقت الراهن دعينا نتقصى عن الفرقة التي اكتشفت مواهب روبي. يوجد مختلف أنواع فرق أيدول القاعات الصغيرة. إن كانت الإدارة سيئة فلن يترك لنا ذلك مجالا للنقاش. يمكننا الحديث عن غدو روبي أيدولا بعد هذا. أنت تعملين حاليا في وكالة تدعى يليبو، أليس كذلك يا لألا؟ نعم. نود أن نقدم لك صفقة بشروط أفضل. بأي شروط تعملين معهم الآن؟ حسن، يعطى لنا أجر قليل مضمون شرط أن نشارك في جميع الحفلات الموسيقية. توجد عمولة قائمة على عدد الصور الملتقطة مع المعجبين، وهذا دخلي الأساسية، ثم تفصم تكاليف الأزياء ونحوها. وعلي دفع تكاليف مواصلاتي ومكياجي، لذا معظم شهوري لا يتعدى دخلي 100,000 ين حتى. ألديك ما لا يرضيك عن فرقتك الحالية؟ لدي طبعا، توجد فتاة أشبعها المدير ترويجا الآن. ولكن هذا تفضيل واضح. يبدو أن السبب يعود إلى مواعدتها لأحد أعضاء الإدارة.
ها. وليس الأمر وكأنها بارعة في الغناء أو وجهها بذاك الجمال، كما أنها تخطف معجبي بقية الأعضاء بإظهارها للمحبة طعما لصيدهم. أنا أتعامل مع عملي بجدية، ولكننا لن نشهر لأن الإدارة لا تعمل كما يجب. وفوق كل ذلك الجو السائد بين الأعضاء فظيع، وأكاد أجزم أن بعضهن مستعدات لترك الثقة. وسمعت أن الإدارة تبحث بجنون عن أعضاء جدد. إن انتقلت إلى إيتشيغو للإنتاج فأنا